لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الواجب بأي أنا مسلم ما لا يسع أطفال المسلمين جهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم يا أصدقائي. السؤال الخامس، أين الله عز وجل؟ الله في السماء فوق العرش فوق جميع المخلوقات. قال تعالى الرحمن على الأرش استوى، سورة طه الآية 5. وقال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، سورة الأنعام الآية 18. في اللقاء القادم، وداعاً.